عودة معكم مشاهدينا بهذا المحور. معنا دكتور جو الخوري وهو أخصائي أشعة تداخلية، هو معنا اليوم لحتى نحكي عن موضوع الفاريس. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك، ميرسي. يعني دكتور، موضوع الفاريس موضوع بهم كل النساء، وهو يعني متشعب كونه موجود تقريبا، يعني أكثر في كمية كبيرة من النساء بيعانوا من الفاريس بحياتهم، ورجال كمان، بس يمكن الرجال ما بيلجأوا كتير للعلاجات قد ما النساء بيهمون هذا الموضوع. كيف فينا نعرف عن الفاريس؟ شو هو الفاريس بالذات؟ الفاريس هو إذا بدي أعرف عنه، الفاريس معناته توسع بالأوردة. في لما بحكي وريد يعني الشريان الأزرق، في الشريان الأحمر اللي بيجيب الدم على أي عضو بالجسم، والشريان الأزرق، الشريان الأزرق اللي بيرجع الدم على القلب من حي الله عضو بالجسم. هلا بما أنه عم نحكي عن الإجرين عن تحت، في الشريان الأحمر اللي بيجيب الدم والشريان الأزرق اللي بياخد الدم. أي توسع بالشريان بالأوردة، خلينا نسميه من هلا ورايح الشرايين، أي توسع بالشرايين تحت الجلد، الأوردة الزرقاء، الشرايين الزرقاء، بنسميه فاريس. دكتور، أوقات بنلاقي فاريس لونه يعني اللي مبين هو لون أزرق، أوقات بنلاقيه على زهر، على موف، بتختلف الألوان، أوقات بنلاقيه هيك على أخضر، شو الفرق بين هالألوان؟ شو معناتهم؟ لا، لأن الفرق بيناتهم ما معناتهم شيء، بس لأنه الفاريس قديش فايش تحت الجلد مختلف، وقديش الشريان واسع مختلف. بس هو الدرجة الأولى بدي أرجع للسؤال الأول، هو شو هو الفاريس وليش بيحصل الفاريس؟ في عنا إذا مش فينا نشوف على الشاشة، في عنا شريان كبير بالإجر بيطلع من تحت، بيطلع الدم من تحت، من يعني بداخل الإجر من تحت لفوق. ولا هذا اللي شايفينه هلا على الشاشة. هذا هالشريان هذا في بقلبه فالف. الفالف بشرحها أنا هي إنه باب بيفتح باتجاه واحد. يعني هالفالف هي بهالشكل، هذا الفالف، هذا الشريان اللي شايفينه مرسوم على الشاشة مبين كثير منيح. هلا عند مبين هون كثير منيح تحت الجلد، لانه هالزلمه هذا ما عنده ابدا دهن باجريه، بس انه اجمالا عندنا ما بيبين، العرق بيكون تحت الجلد. هلا هذا العرق في بقلبه وبقلب غيره كمان، بس هذا اهم واحد بهمنا اياه، هو انه في بقلبه مثل بواب، اذا بديك فالف، يعني بتفتح باتجاه واحد. هالفالف بتفتح بهالاتجاه فقط لغير تتخلي الدم يطلع من تحت لفوق، يعني يرجع من باتجاه من الاجر باتجاه القلب. لما الدم بيحاول ينزل من فوق لتحت، هالفالف بتسكر وما بتخلي الدم. فينا نشوف صوره كمان هلا بتبين عليها، هي ما بيخلي الدم ينزل نزول. اوكي، وهالشيء لما العضلات تبعنا بتكمش على الفخذ، الدم بيطلع باتجاه واحد مثل ما شايفين على ايد الشمال. اوكي، واذا جرب الدم ينزل بيضرب بالفالف وما بيقدر ينزل. اذا كان في عندنا الفالف منزوعه مثل ما شايفين على ايدكم اليمين، ساعتها لما العضل بيضغط على الاجر، الدم بيطلع باتجاه طلوع وباتجاه نزول. عيدكم الشمال شايفين الفالف الطبيعيه يلي ما بتخلي الدم ينزل نزول، بينما عيد اليمين، عيدكم اليمين شايفين لما الدم بينزل نزول، ولما بينزل الدم نزول على باتجاه الاجرين بحقن الاجرين تحت، بيعلى الضغط بقلب الاورده. ساعتها الشرايين الصغيره اللي تحت الجلد بتتوسع وبتعمل شيء بنسميه الفاريس. هلا الالوان اللي حضرتك ذكرتيها هو حسب قديش الفيش تحت الجلد، قديش كبير، قديش في دم، قديش محقن بقلب الدم، بتعطي هالالوان المختلفه. وهون ننتقل على شوي انواع الفاريس. انواع الفاريس هون شايفين عيد الشمال الفين الطبيعي، العرق الطبيعي، بينما عيد اليمين لما بينزل الدم وبحقن بصير الشريان بيتوسع وبيصير ملتوي وبيعمل تحت الجلد، بيعمل هالاشياء، بيبين اوقات على اشكال جانجليون كانه تحت الجلد. صح، هيدي اللي بنشوفها هلا الاشكال، الانواع. فينا نشوفهم، فينا اذا بدنا نقول عن انواع نشوف في النوع الاول اللي بنشوفه هلا. النوع الاول اللي هو بنسميه سبايدر فينز. سبايدر فينز هو الهول الصغار، الشعيرات الصغار الصغار اللي لونهم بيكون روز تقريبا تحت الجلد، بيكونوا مثل اللي شايفينهم هون، روز على كحلي، على هودي سبايدر فينز. هولي هني اول نوع، او خليني اقول النوع الفايش، واللي ما بيشكل كتير مشكله طبيه. عن شرط يكون وحده، يعني ما يكون في تحت منه. هين علاجهم هولي؟ هولي هين علاجهم. هلا بنحكي عن العلاج تبعهم بعد شوي. هولي العلاج تبعهم منه صعب اكيد. العلاج تبعهم بيكون بواسطه الابر، وهلا بنوصل بعد شوي. النوع الثاني يلي شايفينه هون هو في سبايدر فينز مثل ما شايفين على اعلى الصوره فوق، بس في كمان اشياء متعرجه ثانيه تحت اللي الريتيكولار فينز اللي هي شوي اكثر. هون شايفين النوعين، شايفين سبايدر فينز مع الريتيكولار فينز. واذا تطور الموضوع اكثر بنشوف اللي بعد هي الصوره، اذا تطور الموضوع اكثر بيطلع عنا هودي الفاريس اللي شايفينه، يلي هون
لما هاي اللي شايفينه هلا على الصوره هيدا ما عاد موضوع تجميلي، هذا صار موضوع طبي، لانه اذا ما تعالج ممكن يودينا لمشاكل اكثر بكثير. مفروض يتعالجوا هولي مش بس للشكل التجميلي 100% ابدا. منهم الشكل التجميلي، نعم. الشكل التجميلي هن فقط لغير اول اثنين، اول واحد نعم. او اثنين شفناهم، وحتى النوع الثاني صرنا بمرحله صاروا بيسببوا اوجاع. نعم. النوع من الثالث والرابع اللي شفناهم هن هولي انواع صرنا بمرحله طبيه ما لها علاقه بالتجميل ابدا. نعم. بيسببوا اولا بيسببوا اوجاع، ممكن يعني الانسان ما بيعود يقدر يعيش بشكل طبيعي لانه بيعملوا له اوجاع كثير. نعم. خصوصا باخر النهار، يعني الصبح بيكون مرتاح بس يوقف بيعمل هالمشاكل هيدي، وباخر النهار ما بيعود يقدر من الحماوي والسخن باجري والوجع باجري. هون صرنا بموضوع طبي. هلا بيجي عند التقدم بالعمر، مش بس قصه انه العوارض اللي بيسببوها، لانه اذا ما تعالج بيودي لمشاكل صحيه ممكن تكون خطيره. نعم دكتور، كانه بنشوف الكبار السن عندهم هيدي الحاله من الفاريس المتقدم وبيهملوا هيدا الشيء، بيفكروا انه فاريس عادي. هل هذا الشيء خطر هيدا الشيء اذا ترك؟ وي هون فينا نفوت بمرحلة الكومبليكاسيون، يعني إذا ما تعالجوا هولي شو اللي بيصير؟ هلا إذا ما تعالجوا هولي هون كمان رح أرجع أقول الجملة اللي قلتها من شوي، في بالفريس الشق التجميلي البحت اللي هو هودي السبايدر فينز اللي شفناهم بالأول تحت الجلد، هذا الشق التجميلي البحت، ولكن الشق الثاني إذا ما تعالجوا مثل ما قلت ممكن يودوا لكومبليكاسيون، لعوارض، لاشتراكات مهمة. شو هي الاشتراكات؟ بالدرجة الأولى هالضغط الزايد بقلب هولي الشرايين تحت الجلد بيغير التكستور تبع الجلد، بصير جلد اسمك. نعم. وبصير البيجمنتاسيون تبع الجلد بتغير، بصير يبين عندنا مثل اذا فينا نشوف صوره هلا ببين، ولا ببين لون الجلد وسماكه الجلد بتغير مثل ما شايفين. نعم. على ايدكم الشمال. اذا كمان في نوع ثاني من الاشتراكات اللي بنشوفه هو الفليبيت. الفليبيت هو اللي بنسميه بالعربي نحن الجلطة. نعم. الجلطة يعني بجمد الدم بقلب الشريان الفايش، بجمد الدم بقلب الشريان الفايش وبيعمل هالالتهاب، خليني أقول التهاب، مش يعني التهاب جرثومي. نعم. التهاب يعني انفلاماسيون، بيعمل هالالتهاب بالعرق كله سوا. هالالتهاب هذا بيسبب وجع، بيسبب ورم، وبيسبب حرارة، وبيسبب مرات ما بيعود يقدر يمشي من وراء هالالتهاب هذا. إجمالا ما بيسببوا مشاكل جلطة على الروية وعلى الجسم، بس الجلطة محل ما هي بالإجر كتير كتير مزعجة وممكن تسبب أشياء أكثر. دكتور الخوري، شو الأسباب اللي بتأدي للفاريس؟ هلا الاسباب، هلا كنت بدي بس خليني كفي بس بالنسبه للكومبليكاسيون. في عندنا الكومبليكاسيون الثالثه والرابعه اللي بخوفوا اكثر، اللي هن الالسير اللي شايفينه هون، وفي يعني الالسير اللي هو القرحه، خلينا نقول تقرح على الجلد، هذا بيعمل التهاب وبطول كثير كثير، بده شهور وشهور من العلاج لحتى يصح. وفي كمان وحده من الاشياء اللي بتخوف هو النزيف، يعني لما هالفاريس اللي نافره تحت الجلد بتتعرض لاي جرح ممكن انه تنزف تحتها. هول العوارض يلي ما بدنا نوصل لهم، هول الاشتراكات اللي ما بدنا نوصل لهم ونعالج قبل. بس حضرتك هلا دقيتي بموضوع كثير مهم، هو الاسباب قصدك اللي انت يعني يلي بيؤدي لهيدا للفاريس. طيب. نعم. هلا انا هذا موضوع مهم سئلت عنه هلا قبل ما افوت، من شخص سالني عنه. السبب الاول حضرتك حكيتيه من شوي، في ناس كبار بالعمر قلتي بتصير. اول سبب هو العمر. نعم. العمر، لانه نحن بنكبر بالعمر، لما بنكبر بالعمر كل شيء فينا بخطير. نعم. ومنهم الفالف اللي حكيت عنها بقلب الشريان. هالفالف هيدي مع العمر، مع تقدم العمر هالفالف بينتزعوا وبيسببوا فريس. العمر دونك هو احد العوامل بس منه الاهم. اهم سبب او مسبب خليني اقول هو الوراثي. يعني اذا والدتي انا عندها فريس باجريا، عندي 40% تقريبا شانس انه انا انصاب يكون عندي فريس اذا والدتي عندها. اذا والدتي ووالدي اثنينهم عندهم، صار الشانس او الريسك انه انا انصاب بالفريس صار فوق 80% 90%. دونك الوراثي هي شغله كثير مهمه، لانه بتتعاطى بالتكستور تبع الفين، يعني البروا تبع الفين والفالف. نعم. كيف بتشتغل، وهيدي بنتوراثها مع الاسف. دونك اذا واحد عنده حدا من اهله عندهم فريس وزاد اثنين اتسترا، هيدا عارض مهم. العمر مثل ما قلنا عارض مهم، وفي العمل يلي هو نحن بنعرف انه اساتذه المدرسه مثلا، معلمات المدرسه بينصابوا بالفريس اكثر من غيرهم. كل الناس اللي بيضلوا قاعدين كل النهار وما بيتحركوا. الجلوس مثل الوقوف واضرب من الوقوف. الجلوس لانه الوقوف بعد نمشي شوي، يعني كثره الجلوس مش الوقوف. الوقوف كمان اذا واقفين وما عم نتحرك، واقف كل الوقت ما عم نتحرك. اهم شيء هو شو؟ اهم شيء هو انه العضله تبع بطه الاجر، العضله تبع بطه الاجر تشتغل على 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 الفين. نعم. طالما عم نشغل العضله تبع بطه الاجر وضعنا منيح. اوكي. هلا
إذا شايفين حالنا نحن معرضين أكثر من العادي، يعني مثلا إذا أهلنا عندهم فاريس وشغلنا بعرضنا أكثر للفاريس والسترا، في طرق للوقاية فينا نحكي عنها بعد شوي، بس خلينا نكفي على الأسباب. دونك قلنا في عندنا العمر، عندنا الوراثي، عندنا نوع العمل يلي بنمارسه، في النسوان بينصابوا أكثر من الرجال بالفاريس، ليه؟ لأنه ستركتور هرمونال، الهرمونات تبع النسوان بتشكل مشكلة مرات. كل المصايب بتجي علينا نحن. يعني عندكم كمان افونتاج مبين تخليني تو بالانس. وفي كمان الحبل والحبل المتكرر، لانه بيكبس على العروق بقلب البطن وبيسبب ضغط على العروق تبع الجرين، بينزع الفالف مع الوقت. دونك في عده عوامل، وفي اشياء غيرها مثل الحراره، مثل الشغل مثلا حد سورس حراره كثير كثير قويه بتعمل فازو ديلاتاسيون، يعني بيتوسع الشريان. هل الاشياء كلها سوا هيدي بتودي ل ممكن تودي خليني اقول لانه ينتزعوا الفالف قلب الشريان وتوسع الشريان. إذا ما نحكي كوقاية قبل ما نوصل للعلاج، هل في مجال نحن نتوقع من الفاريس؟ في مجال نتوقع. هلا الوقاية منا كتير إفكاس الوقاية، بمعنى إنه مثلا أنا وقاعد، إذا قاعد فترة طويلة، جلوس فترة طويلة قدام تلفزيون أو بقلب المكتب أو شيء، وعارف حالي عندي ساعتين عود، أول شيء لازم كل ربع ساعة أقوم أمشي تشغل مثل ما قلنا العضلات تبع الإجر. وإذا أنا واعد وما في يقوم أمشي مثلا بالطيارة مثلا، لازم شغل العضلات تبع إجري تبع بطة الإجر مشان يكبسوا على العروق ويرجعوا الدم من تحت لفوق. في نعلي الإجرين، يعني لما بنكون قاعدين نعلي إجرين قبلنا مشان نخفف كمان الضغط على الإجرين اللي تحت. وفي وصال دائما لأهم عنصر بالوقاية، في الأدوية أكيد، بس الأدوية أنا ما بحب كتير أصفهم كوقاية، والإفكاسيتي تبعهم منا كتير مهمة قد ما العالم بتفكر. في أهم شيء بالوقاية هو الكلسات. الكلسات الخصوصي، الكلسات تبع الفاريس، كولون الفاريس، في الكولون وفي الكلسات اللي على أعلى الفخذ، وفي بس على الجام لتحت. هول الكلسات هني أهم شيء بالنسبة لي أنا للوقاية. عشو بيشتغلوا الكلسات؟ الكلسات هني كلسات بريسيون، بيعطوا ضغط زائد، بيضغطوا على الأوردة مشان يفضون الدم، مشان يفضوا الأوردة من الدم ويساعدوا على رجوع الدم للقلب. يعني بيمنعوا توسع الشرايين، توسع الأوردة. الكلسات كتير مهمين، ولكن خليني شدد، مش حيلا كلسات. يعني الكلسات بدون ينجابوا من محل متخصص لإلهم، وبدون ينشروا بشكل كتير ذكي. يعني أول شيء الطبيب بده يقولك أي ضغط، لأنه في عدة أنواع ضغط، في ضغط هلاد، في هلاد، في هلاد، في هلاد، بده يقولك أي نوع ضغط، وبده يقولك بده يلي عم بيبيع الكلسات مجبور يقسلك قديش في من كعب الإجر للركبة ومن الركبة لأعلى الفخذ، وقديش التور تبع الإجر من تحت والتور تبع فوق، ويعطيك الكلسات يلي هو. إلا الكلسات بيكونوا مش منيح. نعم، بننصح المعلمات والناس اللي عندهم شغل على الأوض على القاعد، المرضات المعلمات، كل الناس اللي عندهم كتير وقوف ومعرضين وراثيا، يعني أهلهم عندهم فاريس، حكما أنا بنصح وبشدد إنه لازم يلبسوا كلسات، ولكن كلسات مخصصة مدروسين وبينشروا من محل مكان متخصص، مش حيالة محل، مش حيالة دكان، مش حيالة فرماشية حتى. أوكي، لأنه مش كل الفرماشيات، في فرماشيات عندهم يعني كل الجام، في فرماشيات ماشي عندهم نوعين ثلاثة، بيقولك ما عليه خذي هي واسع شوي أو ضيق شوي أو واسع شوي، ما بيسوا حكما لا. وهني منو الخاص الكلسات، الكلسات غاليين يعني. طيب دكتور، إذا نوصل للعلاج، خلينا نحكي عن كل نوع فاريس، شو في علاج له؟ هلا يلي شفناهم، اذا بتتذكري بالاول اللي شفناهم هن العروق الرفيعه الرفيعه، هو العلاج تبعهم هن الابر. بس قبل ما نبلش بالعلاج خليني افتح بس برانتيز صغير كتير. قبل ما نبلش بالعلاج، واذا بدي وصل هذا المساج بس للمشاهدين، هو انه ما بنصح حدا يبلش بالعلاج من دون ما يعمل بالاول صوره صوتيه للشرايين. في صورة صوتية اسمها إيكو دوبلر للشرايين، هيدي إجباري قبل ما يعملوا ولا أي شيء بالفاليس، قبل ما يعملوا ولا أي شيء لازم تنعمل هالإيكو دوبلر، لأنه الإيكو دوبلر هي اللي بتبين لنا إذا كان هول الرفاع يلي على الجلد، إذا كان هودي بس ما في شيء تحت منهم، ولا إذا في شيء تحت منهم أخطر عم بيروح عليهم. لأنه إذا في شيء تحت منهم هو اللي عم بيعمل الضغط عليهم، عبس بنحاول نجمل هول اللي برا، ما بيصحوا. وهون بيقسوا إجمالا الفتيات أو النسوان، إنه بعملهم بيرجعوا بيطلعوا، بعملهم هون أكيد بيعملوا. يعني عم تفر عليهم علاج دكتور بهالطريقة.
حكما ضروري لازم ينعمل ايكو دوبلر. وكمان مثل قصه الكلسات الايكو دوبلر ما بينعمل حي على محل، ما بينعمل بالمحل اللي حد البيت لانه بستقرب بعمله. لازم الايكو دوبلر للفريس ينعمل عند شخص او بمكان متخصص للفريس، والا ما بيسوى ينعمل وبيعطي نتائج ممكن اذا نتائج منها مضبوطه بتودي لعلاج منه مضبوط. هلا صار في احكي عن العلاج. العلاج اذا قلنا بدنا نحكي يلي حكينا عنهم بالاول، هولي مثل ما شايفين على الصوره السبايدر فينز الصغار، هودي الاشياء الرفيعه تحت الجلد، هولي بينعملوا بينسحبوا بالابره، مش بينسحبوا بينحقن بالابره. هني بيقولوا سحب بالابره بس هو منه سحب. هو بنحقن دواء بالدواء يعني ماده كيميائيه بتحرق العرق الصغير بتحرق. اللي شفناه بالاول شفتوا بالابره كان في برودوي ترانسبارون، برودوي مثل المي. هون شايفين برودوي مثل الرغوه، هذا نوع اخر او نفس النوع. وقت بيحترق العرق شو بيصير فيه؟ ماشي بيكرنش وبيدوب وبيجمد جوا وبيبقى بالجلد. صح بيبقى بالجلد بس ما بيعود ناف، ما بيعود مبين، ما بيعود لونه يعني باخر شيء بالاول بيعمل لون بني بعدين بيرجع لونه بيدوب مع الجلد وبيبين لونه بقلب الجلد. بيوجع هذا العلاج في وجع؟ نو نو نو. هول الابر اللي شايفين على الشاشه هول الابر ابر كثير كثير رفاع يعني مثل الخيط. هلا ما بقول لك ما بيحس الواحد وفينا خليه ما يحس، فينا نحط كريم ما بيعود يحس بس انه منا حرزاني يعني بيتحملهم شخص انه اللي عباله يشيل هيدا الكسوف ريش. ايه 100%. شو في كمان علاجات دكتور لغير هولي؟ مثل ما قلنا هولي هن الاشياء الصغيره، العرق الصغيره. هلا لما نوصل للعرق الكبير، هذا العرق اللي شفناه باول الحلقه اللي شفنا العرق الكبير يلي هلا شايفينه، هذا العرق في له عده علاجات. العلاج التقليدي تبعه العلاج التقليدي هو العلاج الجراحي. العلاج الجراحي يعني اللي الجراح بيعمل شق باعلى الفخذ فوق فوق، بيعمل شق بثلث الفوقاني تبع الفخذ، بعدين بنص الفخذ، بكعب الفخذ، بعدين تحت الركبه وتحت الركبه وتحت الركبه، بيعمل عده جروح كل جرح تقريبا شي كم سنتي وبشيل شقفه من هالعرق وبينتشر برات الجلد وبرات الجسم وبكبه. هيدا العلاج التقليدي تبع هيدا، لان يعني لما هالعرق اللي فوق بينزل من فوق لتحت كله سوي لطوله اكثر من متر، هيدا هالعرق بيبقى منزوعين الفالف في قلبه بدنا نشيله، لازم ينشال مبدئيا جراحيا. هلا ده كان زمان. اوكي لا انا قطع قلبي. لا لا اوروزمان اليوم صار في علاجات ثانيه. العلاجات الثانيه هي العلاج بالتمييل. اوكي بواسطه الميل. بواسطه الميل هن اللي شفناه هلا من شوي كنا عم نشوفه يلي فوالا يلي هون. هو هالميل اللي شايفينه، الميل يعني هذا الاسطر الرفيع اذا بدكم، هذا بريش الرفيع يلي منفوته بقلب العرق من تحت لفوق. وهالميل بنعمل فيه وحده من اثنين، يا اما هالميل في انواع من التمييل بتعالج بواسطه الحراره. يعني هالميل هذا بنحمي العرق لفوق 90 درجه، ساعتها العرق بيحترق وبيموت وبضل بداخل الجسم وبيموت. او النوع الثاني اذا مش بواسطه الحراره، يعني الحراره يعني فيكون ليزر فيكون راديو فريكونس. النوع الثاني اللي عم نشوفه هلا على الشاشه بقلب هذا الميل بنحقن دواء تلزيق، دواء لاصق مثل غري اذا بدنا خلينا نقولها غري، وبنكبس بايدنا مثل ما شايفين بفوق، بنكبس بايدنا على العرق وبلزق الشريان على بعضه وخلص بيلزق وبيسكر وما بيعود يروح دم. دونك هالميل الافانتاج تبعه انه كثير كثير رفيع مثل ما شفنا بالصوره اللي قبل هيدي. بنشوف هالميل يلي هو ماشي بخش بقلب الجلد بس فقط لا غير، وبالبخش بنطلع بنطلع الميل لاعلى الفخذ لفوق بنعالج الشريان كله سوا. حلو. من دون جراحه ومن دون هودي، هذا هو العلاج. بدها بنج موضعي او هذا بنج موضعي؟ المريض بيجي على المستشفى ساعتين او ثلاث ساعات وفي على البيت. دكتور الثالث نوع فاريس المتقدم اللي بيعمل غانغليون هيك كثير بتبين اجر ناصحه، هذا له علاج؟ هذا العلاج طبعا، هذا هو كمان، هذا هو العلاج تبعه يلي شفناه هلا من شوي، هو العلاج لهول الاشياء اللي شفناهم. الاشياء وبتجلس الاجر ويكون فيها كثير شريين؟ ايه في مثل اللي مره في وحده شفناها. ايه بيصير. هلا خلينا نتفق على موضوع مع الاسف هو انه اجمالا كثير من الناس وخصوصا النساء، الاكسبكتيشنز تبعهم كثير كثير عاليين بالنسبه للفرس. بتفكر يعني رح ترجع مثل قبل جديده، بتفكر مش اي جديده، بتفكر رح ترجع مثل الاجر اللي بتشوفها بالمجله. لا هون بدنا الاكسبكتيشنز تبعنا شوي تكون منطقيه وواقعيه. نعم. يلي عنده هالنوع المتقدم هون من الفريس ما فينا نرجع له اجره مثل اجره مثل وقت اللي كانت صبيه عمرها 20 سنه. طب اذا لحقت حالها ومن اول ما بلش يبين عندها بلشت علاج، اول شغله ما لازم نترك حالنا نوصل لهم. اوكي يعني ديجا هلا ما بقى نشوف نحن اليوم مثل ما كنا
هنشوف من زمان. نعم. او مثل ما بنشوف بالضيع من ايام زمان الكبار بالسن اللي عندهم هالفاريس متقدم. نعم. وما لازم نترك نفسنا نوصل لهون، يعني لما بنحس انه عندنا فاريس اهم شغله ما نروح نتعالج بحي الله محل بواسطه هذا الليزر سوبرفيسيال او الابر او نعم. اتسترا من دون ما نعمل الصوره، بدنا نروح فورا نعمل الصوره. هالصوره هي بتقلنا وين مكمن الخلل. نعم. وبيقلنا الطبيب المتخصص شو النوع العلاجي اللي لازم نتبعه. هاي السيكونس هي اللي بتودينا انه نستفيد مزبوط وما نوصل لمحل ما 100%. يعني دكتور جو الخوري اليوم انت كمان عنوان نعطيه للمشاهدين اذا حابين ياخذوا علاج كمان بضمير عالي جدا يلجأوا لعند حضرتك ولعند خبرتك بهالمجال. شكرا كثير على هالتوضيح وعلى هالشرح المفصل لموضوع الفاريس. تحب تقول شيء كلمه اخيره؟ بحب اشكرك. Thank you so much. ميرسي لك. مشاهدينا فاصل ونرجع.